أهلا بكم من جديد. أصدر معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالية قرارا بعفاء الأنشطة التجارية الأكثر تأثرا من تداعيات فيروس كورونا من بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل. ويأتي إصدار هذا القرار بهدف الحفاظ على النمو المستدام بشكل عام وتحقيق الاستقرار في سوق العمل للمؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا ودعم وإسناد القطاعات الاقتصادية بما يضمن ديمومة عملها واستمراريتها ويمكنها من تجاوز التحديات التي تواجهها في ظل هذه الظروف الاستثنائية. دشن سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة الكتابة والمؤتمر الافتراضي حول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والذي تنظمه مجموعة GEC الإعلامية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جمعية البحرين للذكاء الاصطناعي وعدد من الجهات الأخرى الداعمة. وتم عقد هذا الحدث من خلال مشاركة عدد كبير من رؤساء المنظمات وصناع القرار والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي والذين حضروا عن طريق المشاركة الإلكترونية عن بعد. وجرى خلال الحدث تدشين كتاب تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضرورة حتمية بعد كورونا لمؤلفه الدكتور جاسم حجي الذي يعد رابع مؤلفاته وأول كتاب في الشرق الأوسط عن الذكاء الاصطناعي في جائحة كورونا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف خبير النشرة الاقتصادية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل الدكتور جاسم حجي. مساء الخير دكتور جاسم، بداية ما أهمية الكتاب في ظل الظروف الراهنة الاقتصادية مع تفشي جائحة كورونا؟ سنور، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم من أهم سبل مكافحة جائحة كورونا التكنولوجيات المتطورة والعلوم التحول الرقمي. في عالم تنتشر فيه التكنولوجيا بشكل سريع ومتسارع لتصل إلى أيدي مليارات من البشر حول العالم خلال برنامج وتطبيقات ذكية، ما زال أغلبية من المستخدمين يجهلون تفاصيل كثيرة حول طبيعة هذه التكنولوجيا وما يمكن أن تقدمه لهم في مختلف المجالات. وفي مجال سريع التطور في تسابق العلماء ومن خلفهم شركات كبرى وحكومات إلى الاستحواذ على ناصية التقدم التكنولوجي إيمانا بأن السيطرة على هذا القطاع والريادة تفتح آفاقا أكبر لتحسين مستوى حياة البشر في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. السنوات القليل الماضية انشغل العالم بمصطلح جديد لم يمكن مفروقا بهذا الشكل المكثف من قبل، وأن هنا الذكاء الاصطناعي والذي يراه البعض تحدي القدرة على تحويل الآلات والبرمجيات الحاسوبية إلى وحدات قادرة على التحليل والاستنتاج واتخاذ القرارات وفق خوارزميات متطورة بما يساهم في تحسين جودة العمل في مختلف القطاعات. نعم دكتور، ما هي محتويات الكتاب وكيف ممكن الاستفادة منها أيضا؟ طبعا الكتاب يحتوي أكثر من 25 موضوع طرق تنتج بين التكنولوجيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وال العمل اليومي والحياة المتقدمة. طبعا من بعض المواضيع أذكرهم من كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في أثناء الكوارث، استخدام الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي في التعامل ما بعد كورونا، مؤتمرات الفيديو اللي ازدادت في أثناء كورونا وستبقى يعني ما بعد كورونا، أيضا التجارة الإلكترونية اللي بنسميها الحين التجارات الذكية. نعم. ما بعد الجائحة والعمل عن البعد. طبعا تطرقت كثيرا على العمل في المكاتب، تغيير المكاتب وصفوف المستقبلية الموجهة بالبيانات. نعم. الطلاب
وكيفية الذكاء الاصطناعي في استخدام الرقائق الذكية تحت الجلد أو التعرف على الوجوه والعمليات الروبوتية. وطبعا في مواضيع حتى سلبية مثل الأمن المعلومات وأخرى. نعم، يعني احنا دكتور نتمنى لك التوفيق في هذا الإصدار وأيضا في الإصدارات القادمة. دكتور جاسم حاجي خبير النشوة الاقتصادية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل، شكرا جزيلا لك. اطلع مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي برئاسة سعادة السيد حسن خليفة الجلهمة على تقرير الأداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الثاني لعام 2020 وآثار جائحة كورونا على المؤسسات المالية. كما ناقش المجلس التقرير المالي للمصرف للفترة المنتهية في 30 من شهر يونيو لعام 2020، وقد تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات المناسبة بما يعزز كفاءة القطاع المالي في ظل الظروف الحالية التي استجدت بعد جائحة كورونا. ونبقى الآن مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1315 نقطة بارتفاع تجاوز نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعي البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 8,500,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,162,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 97 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية لنهاية تداولات هذا اليوم، كما نلاحظ مشاهدين على الشاشة أغلقت معظمها على ارتفاع، وتصدرت المرتفعين بورصة الكويت التي أقفلت على تقدم بنسبة 44%. أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما تقرير سنوي 13 عن قطاع التأمين في المملكة التي يبرز نتائج القطاع خلال العام 2019 ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وبحسب التقرير فقد شهد قطاع التأمين نموا بقرابة 8% في عام 2019 ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 37 مليارا و800 190 مليون ريال سعودي، وهو ما يشكل أول ارتفاع خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث أسهم التأمين الصحي وتأمين الممتلكات والمسؤولية بالحصة العظمى لهذا الارتفاع. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. ثروة إيلون ماسك تقفز 6 مليارات دولار في يوم واحد. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
أعلنت الهند أنها بصدد محادثات تجارية مع طرفي البريكسيت للحصول على اتفاقيات تجارة حرة تتيح لها حصد المزايا مبكرا. ولا يوجد حاليا اتفاق تجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي، حيث توقفت المحادثات التجارية بين الجانبين في عام 2013. وقال بيوش جويالا وزير التجارة الهندي إن بلاده بدأت في محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، وهي مستعدة لإجراء حوار مع بريطانيا لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة. ويجري حوارا مع المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق قد يبدأ باتفاق للتجارة التفضيلية، مبينا أن الهدف النهائي هو التوصل لاتفاق للتجارة الحرة. تجاوز إيلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير الأمريكي وارن بافيت بعد أن ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 10.18% ليصل سعر السهم الواحد إلى 1554 دولارا. ووفقا لمؤشر بلومبرج لمليارديرات العالم، فإن ثروة موسك البالغ من العمر 49 عاما ارتفعت يوم الجمعة 6 مليارات دولار، بعد أن ارتفعت قيمة الشركة إلى 286 مليارا و500 مليون دولار، مشيرة إلى أن موسك يملك 20.18% من حجم الأسهم.